التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة ازيك يا أمل؟ كويس انك انت اللي فتحتي. في اتنين كبار وعقلين متجوزين، وفي اتنين عيال جايبين القهرة لأهاليهم. انت متخيل ان ممكن يبقى عندنا بيبي؟ طب انا ذنبي انت بتعاقبني انا ليه؟ ذنبي وذنبك اننا بنحب بعض، وده غلط. طب محمود مش معنى انه جايب واحد اتقفل معناها انه خلاص. هو فين الباب اللي اتفتح؟ مدام زيدي؟ ايوه يا فندم، مين معايا؟ حضرتك عارفه ان الاستاذ هشام جوز حضرتك على علاقه غراميه بطالبه عنده في المعهد اسمها ايه ابراهيم ابو المجد. الكلام ده حقيقي؟ اكيد لا. ردي يا ايه. ما تردي يا ايه، في حاجه بينك وبين هشام شرف؟ انت بتقول لي كل تفاصيل حياتك ونسيت تقول لي ان اهلك خدمينك لوحده؟ ايوه عادي، طلع انا نايم وساعديني انت كمان ان انا بقى كويس. ولو كنت فعلا بتعتبريني اخوك يا صاحبك زي ما بتقولي، خافي عليا وارحميني زي ما انا بخاف عليك. ايه انا بحبك حبيبي. انا فعلا ما فيش حد في حياتي، ومش عايزه يكون في حد في حياتي. حد انا خدمتي في الحياه تملى حكاوي 20 سنه، لكن 31 ما وعدتوش. هديتك كده واتصل تاني. لا يا حبيبي مش هتتصل تاني، وخفي تعومي بقى عشان اخوك يا حبيبتي مش هيفضل لزوز معاكي كده على طول الخط. وابن البلد لما يقول لك بسم الله ما ينفعش تكسفه، عشان ابن البلد لما بيحط ثقته في حد ويدخله بيته ويكشفه على اهله يبقى بيحترمه ويسترجله. انا بصراحه طمعان في اكتر من كده. طمعان عايز ايه؟ عايز نحدد ميعاد الخطوبه. انت ازاي فضلتي اجمل ست في عينيا كل السنين دي؟ ازاي؟ ايوه يعني هنعيش هناك يعني؟ ده هي ساعة بالطيارة يا انسي، وانا بقولك نهاجر استراليا. بص انا طول عمري نفسي اعيش في مكان كده. واديني جيت حققتلك احلامك يا ستي. ما
بس عمري ما تخيلت ان انا هقدر اسيب القاهره. المشروع بتاعي ده انجي لو مشي هينقلني نقله تانيه خالص، بس عشان ده يحصل لازم اكون موجود هناك طول الوقت. الحياه في بيروت حاجه تانيه خالص. طب وشغلي؟ لا شغلك ايه بقى؟ تقدمي استقالتك ونشتغل مع بعض. جحا اولى بلحم طور. طورو؟ رومانسي قوي انت يا حبيبي. تقولي حبيبي بجد ولا عشان بس؟ شكلها كده. خرجهم لما جهز كل حاجه الاول. هم شافوكي من الشباك طلعوا بيجروا وما عرفش يسيطر عليهم. طيب بصوا يا جماعه، انا عايزاكم بس تقعدوا هاديين كده مؤدبين لحد ما اخلص البوفيه علشان هنطفي الشمع لشذا ومنى. كل سنه وانتم طيبين. وانت بابا مين؟ انا؟ لا انا مش بابا حضرتك. ده اسمه بابا احمد، عايزاكم تقعدوا هنا عشان بابا احمد دلوقتي هيحكي لكم قصه حلوه جدا. اقعدوا ولما اخلص البوفيه هنقطع التورته. بس مش حافظ حواديت. تعالى بس انقذني وحياة ابوك عشان ما يلبخونيش. ها ساعدني احكي لهم اي حاجه. مش حافظ حواديت. الف مش انت بتحب تكتب قصص وكده؟ اكتب لهم قصه. يلا هيحكي لكم حدوته حلوه جدا دلوقتي. يلا احكي. حاضر بابا. معلش احكي يا بابا احمد. حاضر يا حبيبتي. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، كان في أميرة حبيبة بابا. لا ما خلاص وافق على الاستقاله. اول لما انا قلت له انا هشتغل معاك في البيزنس بتاعنا. لا ما هم خلاص خليهم 3 أسابيع بدل شهر. طب ممكن تقفل معايا بس عشان قابلت حد لازم اسلم عليه؟ هو انا بقيت حد خلاص؟ جيت عشان ابارك لك على الخطوبه. مع انك ما عزتنيش. عزايا ليك ما كانش هيغير حاجه. بالعكس كان ممكن يضايقك اصلا. قدرتي ما تعزنيش في ام الله يرحمها يا انجي. صوتي عربيتك لغايه بلدنا عشان تطمني عليها وهي عيانه، ولما تموت ما زعلت. مامتك الله يرحمها. بس انا يوم ما انا جيت البلد انا جيت اطمن عليك انت. عشان حضرتك كنت بتدخلني وتخرجني من حياتك وقت ما انت عايز، كنت بتستخسر ان انت تطمني عليك. شفت انت كنت بخيل ازاي؟ أنا ما بقتش عايز أي حاجة. حتى التمثيل اللي كنت هموت عليه ما بقتش بفرح بيه زي الأول. عشان ما بقاش عندي أي طموح من غيرك. لا لازم يبقى عندك طموح. وامسك في موضوع التمثيل ده قوي. عشان ما بقاش عندك حاجة غيره. أنا لازم أمشي. بقاء لله. ألف لهم حتة حدوتة on the spot مش طبيعية، ولا الفيري تيلز بتاعت ديزني. العيال بقوا قاعدين متسمرين قدامه أكنهم بيتفرجوا على اللي هو بيحكيه. طب وبالنسبة بقى للفيري تيلز اللي أنت عايشاها معاه؟ أنا مش عايشة فيري تيلز. فيري تيلز إيه؟ أمال عايشة إيه؟ عايشة حالة زي أنغام؟ سحباه في إيدك في كل حتة، ورحتي خطوبة أخته، ودخل على أهله دخلة كيوت. ده بالنسبة لك هو أنت معتبرة إيه؟ فاكرة أكتر حاجة كنت بشتكي منها من خالد إيه؟ كنت بتشتكي من كل حاجه في خالد على فكره. لا بس اكتر حاجه كانت فكره ان انا مش حاسه ان انا ليا اي تاثير في حياته خالص. انت
بحس كده انه ما بيفتكرنيش اصلا غير لما بنكون مع بعض، ومش بنكون مع بعض غير لو هو ما وروش حاجه، يعني ما وروش حاجه بقى مع اهله ولا في الشغل ولا مع اصحابه. كنت بحس كده ان انا لو اختفيت مش هيحس اصلا ان انا اختفيت. بس احمد عكس ده خالص، بقى محسسني ان هو ابني اللي ما يعرفش ياخد خطوه من غيري، وده بسطني. بسطك بس؟ يعني هي بسطني دي شويه. الو. الو، انا عملت بنصيحتك وبدات اكتب الحكايه اللي حكيتها للاولاد، بس هغير فيها شويه. احمد عايزك. لازم دلوقتي؟ ايوه. طب شويه ونتكلم. طيب شويه. في عريس. فين؟ هو ايه اللي فين؟ جاي لي عريس ولا ماليش نفس انا؟ انت كده بتنتقمي. عروسه بقى ومن حق اجيب اللي نفسي فيه. انت اصلا اوضتك بكميه الحاجات اللي فيها الواحد ما بقاش عارف يتمشى. طب اعمل ايه اذا كان خطيبي مدلعني ومديني كريدت كارد اشتري المول كله؟ عشان بتاع مظاهر وفشخره هو كمان. طب لما تروحي ادخلي اوضتي، واذا عجبك حاجه وجت مقاسك خديها. لما اروح؟ ليه هو انت مش مروحه معايا؟ نادر عازمني على الغدا. ايدك؟ وانا المفروض ان انا اشيل الحاجات دي كلها واروح بيها لوحدي؟ خلي حد من عند مامي يوديهم لك العربيه. طب طالما انت مش محتاجاها وكمان عايزاني اروح اخد اللي انا عايزاه، بتشتريهم ليه؟ استخسار؟ اعتبريني طفله ومبسوطه بلبس العيد، مش انا طفله؟ لا مش طفله. الاطفال ما بتقررش ان هي تتخطب وتتجوز، وانت قررتي واخترتي، محدش غصب عليكي. صح. باي باي عشان اتاخر على خطيبي. يعني مش هتوصليني عند مامي حتى؟ مش هلحق. متصور ان هو هيوحشني قوي كده وهو مسافر. مش انت لسه قايله انه قافل معاكي دلوقتي؟ ايوه. ودي تالت مكالمه النهارده ولسه فاضل تلاته اربعه تاني. مش هو بيعمل كده من ساعه ما سافر؟ انت هتنبري في الكام مكالمه اللي بيكلمهم لي؟ هنبر؟ حتى لو كلمني 100 مره في اليوم، وجوده قدامي حاجه تانيه خالص. هتسلم بقى اكتر حاجه بتحسسني بالامان. بصيته ليا بتحسسني ان انا عايشه. عارفه يا انجي، لما بخرج معاه وبرجع اقول لاخواتك ان انا كنت في حته تانيه، بحس ان انا بقيت بنت صغيره مزوغه من ورا اهلها عشان تقابل حبيبها. ايه الرومانسيه دي يا ماما؟ معرفش اقول نص الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي ده. لو حاساه هتقولي. حاساه؟ حاسه بالامان. أنا مبسوطة، وأحلى حاجة هي إن أنا شايفة حياتنا مع بعض. مش هو ده الحب؟ تمام كده أنسة إنجي، حطيت كل حاجة في شنطة العربية. تسلم إيدك. أه عبادة كلموني عشان الطلبية جاهزة، يا ريت تروح تجيبها. حاضر فندم. إنجي لو بتحبي نفسك وخايفة عليها يبقى يوسف اسمه حب، إنما محمود ده كان مسوخية، ولا انا عارفه اسمها ايجي اللي هي تعذيب النفس يعني. مسوخيه مره واحده بت تريق على امك. كلمه كبيره قوي اصلها. كنت متاكده اني هلاقيك هنا. احنا مش اتفقنا ان احنا مش هنتقابل هنا تاني ايه؟ عايزة أوريك اسم الراجل اللي عايزة أكمل مع حياتي. ليه يا هي؟ ليه؟
ومش هعرف احب حد غيرك. انا ابتديت غير على فكره. غيري؟ الولاد بقوا بيفرحوا بيك لما بتروح لهم اكتر ما بيفرحوا بيا. ابتديت غير عليهم منك. لا انا بغير عليك منهم. انا اسف. زعلت صح؟ اسف. مش قصدي انا بس يعني انا قلتها غير اي مقدمات. انا اسف والله مش قصدي. لا هو انت لو هتعتذر يبقى تعتذر ان انت تاخرت. انا كنت ابتديت افقد اي امل ان انت هتبين اي اماره غير بعد 11 سنه برضو. ده على اساس ان انت مش حاسه؟ لا في حاجات الاحساس فيها مش كفايه، لازم تتقال بلانتلي كده بمباشره. احنا بنفرح بكده. انت فرحانه؟ معلش بس ثانيه عشان قبل ما اجاوب عايز اتاكد بس ان اللي انا فهمته ده صح. بغير عليكي دي يعني ايه؟ يعني انا بحبك يا شهير. بحبك من اول ما شفتك. بحب كل حاجه بعملها معاكي. بحب الافلام الايرانيه واليوجا وبحب غسيل العربيات. بحب الاكل الصحي. بص يا حياتي انا بحب كل حاجه للاكل الصحي. لا هو لو كده يبقى ان انا فرحانه. فرحانه قوي الحقيقه. يلا سوق ما تبصليش عشان اتكسف. وانا والله كمان اتكسف. يا وليه انت مش قلت ما بحبش الحركات البلد دي؟ وبعدين مش عايزين فضايح. بلدي ايه وفضايح ايه؟ ما تسيبينا نفرح. مش كفايه قلتي فتحه ودبل على الضيق من غير زيتا ولا زمبليتا؟ وانت مالك انت؟ انا حره. حره حره، ما لازم ليلتك تبقى ايه ما شبهك. عروسه ذكر تكنيله. قابلي يا اختي. ايه ده يا حبيبتي؟ لسه ما خلصتيش؟ يلا عشان سعد وصل تحت. خلاص يا ماما انا جاهزه. جاهزه ايه يا حبيبتي؟ طب حطي بس كده شويه ميك اب وفكي شعرك. امال احنا رحنا للكوافير ليه؟ شفتي بقالي ساعه بقول لها اتقل الروش شويه او تعالي. خلاص انا كده تمام. طب خلاص مش لازم تسيبي كله، يعني ممكن تلمي شويه وتسيبي شويه. لا بس بقى يا عينجي. خلاص يا حبيبتي على راحتك. طب يلا يا بنات اجهزوا عشان ننزل كلنا مع بعض. ايه ده؟ هو انا لسه هستناهم لما يجهزوا يتزوقوا وافضل سايبه الراجل مرتوع لوحده تحت؟ يا حبيبتي ما تقلقيش، احمد وادم استقبلوه وقاعدين معاه، وخالك هنا من بدري. احنا 5 دقايق وهنبقى جاهزين. يلا يا بنات يلا. مكياج خفيف والبسوا اي حاجه سيمبل. ليه؟ عشان اختكم بقى شكلها وحش وهي لما شعرها لورا كده. تحبي ان احنا ما ننزلش احسن يعني؟ انتوا واقفين تتسامروا؟ طبعا في المواقف اللي زي ديت المفروض ان العريس يكون معاه اهله وعزوته وكده. بس أنا يتيم من زمان، وخلاني وعمامي اللي قابل رب كريم واللي تقطعت أخباره من فترة يعني. سحر بس في كندا وإن شاء الله هتيجي على الفرح بإذن الله. معلش بس سحر مين؟ أختي. ده يعني إذا الأنسة فيفي يعني حبت إن إحنا نعمل فرح. لا حبت إيه؟ ملهاش علاقة. أنت لو حابب تعمل فرح اعمله فرح. أوعى تكون قرارك زي ما قررنا كلنا. أختي وعارفها جبروت امرأة. طب الحمد لله مش أنا بس يعني. هو دكتور سعد انت ممكن تعتبر نفسك من النهارده ان ليك اهل وعزوه، بدل ما خدت بنتنا تبقى خلاص من العيله. والله ده شيء شرفني يا سامي بيه. وفي في بتشكر فيك قوي، بتقول ما شاء الله عليك يعني دكتور ناجح وراجل محترم. بصراحه من غير ما تقول يعني سماهم على وجوههم. متشكر جدا يا فندم. يعني بالنسبه للشقه حضرتك، يعني حضراتكم تشرفونا في اي وقت تتفرجوا عليها، والانسه فيفي طبعا هتختار العفش زي ما اتفقنا. انسه ايه يا معلم؟ انت هتلبسه دبل. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك.
اتفضل اشتغل اتفضل. ما تقولش ان هي كده عروسها. طب اقول لك على حاجه؟ رجعت للكوافير. ما تأثرش بقى والنبي. لا العظيم الفستان ده ابتدى فستان جديد. يا احمد الواد صعبان عليا قوي. احنا اهم حاجه ان احنا نقضي على كمبيوتر عشان نقدر ما ترجعش تاني. مبروك يا معلم. مبروك. الله يبارك فيك. الدبل. ايه؟ دبل فين؟ على كلامك على كلامك عشان الدبلة الأول. بذمتك أنا صباعي كبير كده؟ البسها فين دي؟ في وسطي؟ مش دبلتك أنت؟ أغلب نفس الغلطة كل خطوبة. خد الكاميرا دي وديها لبابا على الخراج وقول له هات الميعاد اللي اتفقنا عليه. تمام. وقول له ما جابهاش في ميعادها مفيش فلوس. حاضر. بقول لك يا اسطى. ايه؟ هو انت ليه ما تشيش مخرطه؟ بدل مخرطه ده مسوحك. اشتري مخرطه مره واحده؟ يا ريت. تعرف انا لو معايا مخرطه زي دي كان زماني بقيت مليونير. امال هو بلبع معوج علينا ليه؟ عشان عارف ان هو معاه كنز. حتى المخرطه السكند بقت بملايين. وعشان تستلقط واحده كويسه لازم تقعد تدور وتعس. كيه انت شكلك دارس الموضوع اصلا. امال ايه يا ابني؟ ده حلم عمري. تعرف انا كنت هشارك عزيز صاحب الورشه اللي على اول الشارع بس ما احبش الشراكه. طب ايه عملتش كده؟ ما قدرتش اجمع فلوسها. خصوصا بعد ما سعر العمله بقى في العالي. ده انا كنت هعمل قرد عشان ادبق نصيبي بس منها. بس خلاص اخر احلم بيها واتمناها من ربنا. تشربي ايه؟ لا ثانك يو مش بشرب. ولا حتى بيرة؟ لا بس ممكن سباركلينج ووتر؟ شور. ما بلاش انت والبلادي ماري. نسيت ولا ايه؟ لا نسيت. السنة اللي فاتت كنا في ميكونوس كنت على البيتش. انا بحب اشرب بلاد ماري على طول. بعدين شربت اول درينك التاني التالت كله كويس ومبسوط جدا لغايه ما الشيطان ده جه ومعايا ازازه التكيلا. قال لي خد اول شوت. اخدت اول شوت. خد تاني شوت. اخدت تاني شوت. هات تالت شوت. هات رابع شوت. ده هو. بعدين مثلا ب 10 دقايق بلمح بطرف عيني هناك لقيته واقف فوق البار مسك واحده بنت عمرنا ما شفناها في حياتنا وهاتك يا رقص. ودرتي دانسينج صريح. انزل يا ابني مفيش. والفاجر بقى اصلا كان معاه خطيبته نسرين باين. لا لا ما كانتش نسرين دي كانت دينا.
صح دي زين. كانت سفريه امستردام. أيوة رحنا شمس. مش فاكرين اصلا مين كان معانا في السفريه دي لغايه دلوقتي. لا وبعدين روحنا الاوتيل لقيناها عملت تشيك اوت واخدت شنطها وسابت لي الدبل على الكومود. وما تتخديش ده كان ايام الشقاوه بس دلوقتي خلاص ما بقاش لينا في اي حاجه خالص. تشيرز يا جماعه. تشيرز تشيرز تشيرز. شكرا جدا لحضرتك. شكرا شكرا. تاكلي ايه؟ اي حاجه. طيب تاكلي حمام محشي؟ ما باكلش حمام. طيب بلاش حمام. تاكلي كفته مشويه؟ ما باكلش كفته بره البيت. كل انت اللي انت عايزه. لا خلاص اطلبي لنا انت انا باكل كل حاجه. عارفه يا فيفي كنت زمان بعدي كتير من قدام المطعم دوت وببقى نفسي ادخل واكل فيه. وليه ما كنتش بتدخل؟ ما انا ما كنتش هدخل لوحدي. كنت دايما متخيل ان انا يعني لازم اخش مع حد يكون قريب مني، حد له معزه خاصه. الحد ده ما كانش موجود. بس اتمنيت ان انا اجي هنا معاكي من اول يوم حبيتك فيه. هو انت فعلا بتحبني؟ انت عندك شك في كده؟ لا قصدي يعني ايه اللي خلاك تحبني؟ هو انت فيك ايه ما يتحبش يا فيفي؟ ده كفايه سحر شخصيتك. سحر؟ انت في شبه اي بنت تانية يا فيفي. ما انا عارفه. انا مش مصدق ان انا احد انا وانتي هنا نفس المكان دوت. دبلتك في ايدي ودبلتي في ايدك. بس انتي مش عارفه فيفي انتي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، حاجه حلوه. خالص ايه وبتاع ايه؟ ماشي مش المهم تفهم، انا هفهمك وهفضل وراك لحد ما افهمك. المهم بالنسبه لي دلوقتي انك تقتنع المشروع ده كويس. مالك انت يعني مال المشروع ده؟ مش فاهم يعني ايه ماله. ما انا مدرسه ليه يا احمد. يعني انت عايز تشتري مخرطها يعني؟ لا مش عايز اشتريها، عايز اخش اشتريك بالتلت. يعني التلت ده اللي هو كام؟ 2.5 مليون. وهتجيبه من 2.5 مليون؟ هتصرف. هتتصرف في 2.5 مليون يا ادم؟ ايوه يا معلم هتصرف في 2.5 مليون. المهم بالنسبه لي دلوقتي تكون مقتنع المشروع ده مربح قوي بالنسبه لنا. انا مقتنع جدا. بالتوفيق. ربنا معاك. هات انت بس فلوس المخرطه واتكل على الله. اقول لك ما تجيب 2. تمام ماشي. انا غلطان انا بحكي لك بس تصدق. بالظبط انت غلطان انت بتحكي لي. اتكل بقى على الله وسيبني ربنا يهديك. خلاص انا بعمله ده. بتعمل ايه بقى؟ ولا بس ما تقولش لحد؟ مش هقول لحد. لازم انت مش تقول لحد موضوع المخرطه ده. انا بكتب قصه قصيره. بتكتب ايه؟ قصه قصيره يا ادم. يعني ايه بتكتب قصه قصيره؟ انت من امتى بتكتب قصه؟ لا من وانا صغير. وانا اكتر ماده بحبها الادب والتعبير وكده. بس ابوك الله يرحمه كراني في كليه اداب ودخلني هو غصب عني. يقول لك انا كان زمان درست ادب. وانا ليه اول مره اعرف الكلام ده؟ عشان وانا صغير لما كنت بكتب قصص كنت بكسف اوريها لحد فكنت بقطعها على الباب ونرميها. ماشي بس اللي انا فاهمه اللي بيكتب ده بيكون يعني نزل الشارع وشاف ولف ودار. وانت باللي انا عارفه يعني علاقاتك مش قويه قوي فاهم؟ تفتكر؟ أظن يعني
المهم بس والنبي والنبي بعد اذنك لما تفضى قول لي عشان الموضوع ده مهم قوي بالنسبه لي. حاضر ماشي. استنى بس طيب. خد المخدة بتاعتك. غريب يا اخي. لزاز ودمهم خفيف مش بيبطلوا ضحك. طب امال ليه انت شكلك مش مبسوط؟ لا مش لدرجة مش مبسوطة يعني بس كان ابقى مخدودة شوية. مخدودة من ايه؟ مش عارف بس يعني هم بيتكلموا مثلا على رحلاتهم حول العالم كأنهم طالعين السخنة. شرب كتير مزكتهم خبطة شوية. واضح ان ده ستايل نادر يعني طول ما هم بيشتغلش. بس هتعود. هي ماما لسه ما جاتش؟ قدامها ساعتين. تعالي انت بس. ولا ان عريسك فسحك فين النهارده؟ مش لدرجة فسحني يعني. عزمني على الغداء وجيت. ايوه يعني قلتي له ايه؟ عملته ايه؟ خروجة عادية ما فيهاش حاجة تتحكي. ما خطفش بوسة مثلا؟ بوسة؟ يا نهار اسود. طيب مش لازم بوسة. طب حاولي امسكي ايدك مثلا؟ حاول بس انا وقت المحاولة من اولها. وقتيها؟ هو انت خلوا خطابكم يمسكوا ايديكوا عادي يعني؟ تسيبيه يمسكها يا فوزية. ما تسوقوا سفلة انتوا الاثنين. استني استني والله احنا بس فرحانين بيكي وعايزين نعرف ايه اللي حصل. فهو ده بقى اللي بتقعدوا تتوددوا فيه وتسكتوا اول لما ادخل؟ ده مسك ايدي وده مسك ودني؟ طيب بغض النظر عن مسك الايدي. يعني ايه يعني ايه انت كنت في خروجة عادية؟ انت خارجة مع خطيبك مش مع ادم ولا احمد. يعني فين الكلام في المستقبل؟ وفين كلام الحب والغزل والدلع؟ انت ليه بتكلميها كأنها عندها اربع سنين؟ اتنين بيحبوا بعض. ايه؟ تعرفي عشان اتنين بيحبوا بعض؟ هو قال انه بيحبني وكده يعني. انت قلتي له ايه؟ انا ما بقولش. ما بتقولش. بس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حلو ومر وطريق ماشيينه اسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك ده بكرة وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني حكيتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا معنا وده جنبك أقرب لك من قلبك وفطبت وما فيه ده بكرة وده وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة حكيتنا ودمعتنا في حياتنا حكاية
الود.